الله أون حريستي عمر عرتي قاليب وحاو كودا شي مقالة ذا هرقيسي عاسمة دا سومالي لانساند كيكون ياسقال بقول ياسودنكي وحانا وها سياسي روغ عداي وكالين وينكا قاتي ديبوريسكا سومالي لان وحانا وقيبكا ها هيرقلين تا نظامكا حساب تبادني سومالي لان عمر عرتي قاليب وحاو ها وزيركي الرماها ديبادي دولة دي سومالي ينتي ودا حيسي سنده يكون ياسقال بقول يليح ياسقاشنكي إلا كون ياسقال بقول يتضبية تضباتنكي وحانا ومر نقضي مدحوينيه قود إقرا مدى مدوبي United Nations Security Council عمر عرتي قاليب وحا حبسيقا لو تحابي سند كيكون ياسقال بقول يلبية سيديتنكي كدين مركي لغو سويدي يخيانا قران إساق يحبنا كالي وحانا حبناها قاركود لغو حكومي ديل توغشا هران دي بيشي فيبروري يكون ياسقال بقول يسيديد يسيديتنكي ربنا حاليس دي جناها كورابي عمر عرتي قاليب وحا لبا معلومات كهور انتيان لردين تاليسكي سياد بره اوكو بيغنيد افري لباتنك بيشي جين وري كون ياسقال بقول يكوب ياسقاشنكي لو مقعابي رئيس الوسارة سوماليا isagoo aan wax dawladda soo dhisinay ay dhacday dawladdi kaligii taliskii maxamed siyaad barre wax yar kadib markii la riday dawladdi gacaanka waxa dawladdi uu madaxda ka ahaa madaxweyne cali mahdi maxamed markala looga magacaabay ra'iisul wasaaraha soomaaliya kaasoo xilkaasi hayay intii u dhaxaysay sanadihii 1919kii ilaa 1939kii rabina xariistii janaha ka waraabiyay umar carte qaalib waxa uu soo sharaxay madaxtinimada soomaaliland kadib markii uu geeriyooday rabina xariistii janaha ka waraabiyay madaxweynihii Soomaaliland Maxamed Haaji Ibraahin Ciqaal sanadkii 2002 balse kuma guuleysan waxana muddadii intaas ka dambeysay uu ku noolaa magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia xariirka Star Television ka Star Hargeysa.